on the other side of that fence is Syria. And then this part of Syria is where the last remnants of ISIS is holding the territory. Well, first of all, at ease, let's have a good time. There will be a strong, deliberate, and orderly withdrawal of U.S. forces from Syria. ارتفاع في معنويات لدى عناصر داعش على موضوع انسحاب القوات الأمريكية. الجزء الشرقي من نهر الفرات اللي يقع غرب الحدود العراقية السورية تتواجد به عناصر داعش الإرهابي في منطقة شريط على الضفة الشرقية نهر الفرات. حقيقة وجود عناصر داعش كقوة متكاملة بهذا المكان يشكل تهديد على القاطع.